السلام عليكم ورحمة الله مشاهدي القناة الكرام، كنتمنى باش تكونوا بخير وعلى خير في أحسن الأحوال إن شاء الله. إذا فيديو اليوم غادي نخصوه واحد الدرس مهم ومهم جدا، اللي هو بطبيعة الحال لا بوليتاس، لي زوزاج دو لا بوليتاس، شناهي بطبيعة الحال المواقف اللي ممكن نتعرضوا لها مثلا في الحياة، اللي كخص ضروري نكونوا فيها مثلا لبقين وكنهضروا فيها بواحد الاحترام، وشناهي هي العبارات اللي خصنا نستعملوا في هذه المواقف هذه. بطبيعه الحال الدرس هذا كيهم مختلف المستويات، ابتدائي اعدادي ثانوي وكذلك ومثال بالنسبه للناس اللي كتهتم باللغه الفرنسيه. فكنتمنى باش تتابعوا الفيديو حتى الاخر، وبطبيعه الحال ان شاء الله بالتاكيد غادي تكون استفاده. اذا اون فرونسي اون اجوت اوز اكسبرسيون دو بوليتيس مدام مسيو او لو برينون سي اون سو كوني. طبيعه الحال اذا كنا كنخاطبوا شي واحد وما كنعرفوش الاسم ديالو، كان راجل خصنا ضروري ما نستعملوا مثلا المسيو، الكلمه ديال المسيو لان فيها واحد التقدير. اذا كانت السيده غادي نقولوا لها مدام او مثلا مادموازيل، واذا كنا كنعرفوه بطبيعه الحال الشخص هذا غادي نناديوه يعني بالاسم ديالو. اول حاجه غادي نشوفوا فوقاش كنستعملوا تو، فوقاش كنستعملوا فو، يعني فوقاش ممكن واحد الشخص نتكلموا معاه بلا دوزيام بيرسون دو سانغولير، وفوقاش ما يمكنش خصنا ضروري نستعملوا مثلا دوزيام بيرسون دو بلوريال. اذا لا لونغ فرونسيز ديفيرونسي لو تو انفورمال دو فو فورمال اون فونكسيون دو تاكست دو كونتاكست. ففي اللغه الفرنسيه دائما كنفرقوا ما بين الاستعمال ديال تو اللي هو كيكون يعني ماشي 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 رسمي داكوغ، يعني مع صديق الى هادشي غادي نشوفو بطبيعه الحال بالديتاي، مع فو. فو كنستعملوها يعني ملي كتكون يعني المساله شويه كيكون فيها شويه ديال الرسميات كما كنقول. دو لاج دو سون انترلوكوتور، يعني كذلك ومثال وفق يعني السن ديال السيد اللي كنتحاوروا معاه او السيده اللي كنتحاوروا معاه. فبالتالي بطبيعه الحال اذا كان كبير علينا فضروري ما خصناش نستعملوا يعني فو. اي دو دوغري دو بروكسيميتي كون لانا افيك لوي او بيان افيك ال. كذلك ومثال هذه المساله هذه متعلقه بمدى القرابه والعلاقة اللي عندنا مع هذا الشخص اللي كنتكلموا معاه. اون جينيرال اون سو تيتوا اونتر بارون اي اونفون مومبر دو ميم فامي كوليغ دو ميم اج اي امي. اذا بصفة عامة كنستعملوا هاد يعني لو تو داكوغ دوزيام بيرسون دو سانغولير ما بين مثلا ملي كنتكلموا يعني مع الوالدين ديالنا ولا مثلا مع الاخوان ديالنا الابناء ديالنا الناس اللي من العائلة الفوازيناج ديالنا الأصدقاء ديالنا الزملاء ديالنا في القسم إلى آخره. On vous voit les personnes que l'on rencontre pour la première fois, les personnes plus âgées que soi et ses responsables hiérarchiques. إذا كاين ثلاثة ديال الحالات اللي ضروري خصنا نستعملوا فيها فو داكوغ، وما خصناش نخاطبوا يعني المحاور ديالنا بتو. هي مثلا ملي كنكونوا كنتكلموا مع الناس اللي كبارين علينا في السن خصنا ضروري نحترموهم. ملي كنكونوا كذلك كنتكلموا مع ناس لاول مره كنهضروا معهم فما كنعرفوهمش من قبل، وكذلك ومثال ملي كنكونوا كنتكلموا مع الرؤساء ديالنا مثلا في العمل. دير بونجور، اذا سي فون كونيسي با بيان كيلكان فو ديت سامبلومون بونجور مدام او بيان بونجور مسيو، يعني ما كنعرفوهش يلا بدينا كنتعرفوا على هذا الشخص اذا غادي نقولوا له بونجور مدام ولا بونجور مسيو. هادشي هذا بطبيعه الحال دون لا جورني et bonsoir le soir. Si vous connaissez bien la personne, si c'est un ami par exemple, اذا كان هاد الشخص هذا صديق ديالك او صديقه ديالك، تقول له مثلا بونجور او لا بونسوار ما شير مثلا ايا بونجور احمد كومون فاتو بيان ميرسي اي توا سا فا بيان ميرسي داكور. هادو عبارات بطبيعه الحال اللي كنستعملوها يعني في يعني كومون دير بونجور. لا ميم سيتياسيون بلو فاميليار، اذا كان بطبيعه الحال كنخاطبوا شي واحد يعني من العائله ديالنا الى اخره، اذا سالو سافا تيان سالو سافا ميرسي اي توا سافا داكور. اذا هذه اون بتيت ديسكسيون مثلا في سو بريزونت، يعني فيغ لي بريزونطاسيون الانسان غادي يقدم واحد الشخص الى اخره. في لا سيتياسيون بروفيسيونيل يعني في الدومين ديال العمل مثلا غادي نقدروا نقولوا جو فو بريزونت ايميلي دوشون نوتر نوفيل ريسبونسابل دو كاليتي. اذا كنقدم لكم هذه السيده اللي هي بطبيعه الحال المسؤوله الجديده على القسم مثلا ديال الجوده. بونجور مدام انشونتي انشونتي مسيو. اذا كان بطبيعه الحال في النطاق ديال واحد الصداقه كونتكست اميكال
اوليفيا اسكو تو كوني ما كوبين سارة؟ اذا هنا ما قلناش مثلا ما استعملنا حتى شي حاجه اللي فيها شي رسميه ولا فيها داك. اذا مباشره خاطبنا هذا الصديق ديالنا اللي سميتو اوليفيا. اسكو تو اوليفيا اسكو تو كوني ما كوبين سارة؟ نو با اونكور. بونجور سارة، بونجور اوليفيا. طالما هي الصديقه ديالي فبالتالي بامكانك بطبيعه الحال تهضر معها عادي، طالما احنا كاملين اصدقاء مع بعضياتنا. دابا سيكسكوزي، كومون سيكسكوزي؟ يعني تقدم مثلا الاسف ديالك ولا الاعتذار ديالك. او باردون مدام جو سوي ديزولي، اذا تقدر تستعمل هذه الجمله. او مثلا سو ني ريان، سو ني با غراف مسيو، هذا الجواب. اكسكوزي موا مسيو، جو سوي ديزولي داتر اون روتار، مثلا اذا كان الانسان وصل لواحد الموعد يعني معطل. جو فوز اون بري، سو ني ريان، سو ني با غراف، كذلك ومثال هذا الرد. اذا هنا نشوفوا مثلا في الحاله ديال دوموندي و رميرسي، واحد كيطلب والاخر بطبيعه الحال كيشكر. باردون مدام، فو بوفي مو دير او اي لا بوست سيل فو بلي؟ واش تقدري تقولوا لي، تقولي لي مثلا من فضلك فين جات، فين جا البريد؟ وي مسيو سي او بو دو لا رو ا دروات. هذاك جواب مثلا. جو فو رميرسي مدام. اذا ضروري خصك تكون بولي في هذه الحاله، طالما واحد الانسان عاونك وعطاك واحد الانديكاسيون، اذا خصك يعني تشكر. Je vous en prie, monsieur. Comment féliciter, souhaiter quelque chose à quelqu'un? إذن هنا غادي نشوف مثلا الإنسان كيفاش غادي تهنئو، كيفاش غادي تثني عليه مثلا إذا كانت شي سيتياسيون هكا، أو لا مثلا كيف يعني باش تمنى له، تمنى له يحقق شي حاجة مثلا. تقدر تقول مثلا بالنسبة لا فيليسيتاسيون، تقول له مثلا فيليسيتاسيون، توت مي فيليسيتاسيون، تو مي كومبليمون. Je vous félicite, bravo, je suis content pour toi, chapeau, d'accord. Maintenant pour un mariage, la définition ça, il y a un index à dire maintenant du voyage ou maintenant la dictab ou la sadika, maintenant tous mes vœux de bonheur, tous mes compliments. Au moment de commencer un repas, il donne maintenant radim bdaou l'akl, maintenant à tolo bon appétit. اكوك اوفيسيال سي استقبال رسمي مثلا، سوا بيان فينو ا كذا، او لا سوايي لو ولا سوايي لا بيان فينو ا داكور ا كيلكان كي فا ترافايي. اذا مثلا شي واحد اللي كيكون مثلا كيخدم او لا هذا، تقول له بون كوراج، ترافايي بيان ولا ترافاي بيان. ا كيلكان كي سور، شي واحد مثلا اللي خارج داكور، غادي يخرج غيمشي للعمل ولا شي حاجه، بون جورني، بون سواري، amuse-toi bien. À quelqu'un qui part en voyage, ou à quelqu'un qui fait le safar, bon voyage, je vous souhaite un bon séjour, ou un bon voyage. À quelqu'un qui part en vacances, bon vacances, bon voyage. À quelqu'un qui est fatigué, maintenant, entre lui, repose-toi bien. Voilà, c'est la fin de la vidéo. Je vous remercie de vous avoir dit que vous avez وكما كنقول دائما شجعونا باللايكات ديالكم اذا عجبكم الفيديو، واشتركوا في القناه باش دائما توصلوا بالجديد ديالنا، وبارطاجوا مع الاصدقاء ديالكم باش تعم الفائده. والى فيديو مقبل ان شاء الله.